على كل حال نتكلم على بدايتي. تفضلي. بدايتي في سلك التعليم. ما شاء الله. تعلم قبل الاستقلال يعني أثناء الثورة. نعم. أنا صغيرة وكنت في المدرسة الابتدائية فرنسية عربية، وكنت نقوم كنت نحلم باش نكون معلمة. وبما أن كان حفلات كثيرة أنا ذاك كنت نقوم بالتنشيط. شحال كان عمرك سيدة؟ 6 سنين. يا الله. ولكن المدرسة الإسلامية 4 سنوات. نعم. والمدرسة الإسلامية هذه كيكون نقدموا نشاطات كثيرة، يعني يكون مناسبة دينية، وكنا عيد الأم إلى غير ذلك، وكنا نقوم بالتنشيط في المدرسة داخل المدرسة. نعم، هي مدرسة مستقبل الشباب بحسن داي. نعم. يعني مش القرآن فقط، إنما جميع المواد والكتب كان يجونا من لبنان آنذاك. هي تابعة على كل حال للشيخ بباديس. نعم. ثم اللي بديت يعني المسرح وبديت التنشيط وبديت يعني مدرسة باديسي تابعة. نعم. نعم نعم نعم. أستاذة، كان فيه موجود مسرح مدرسي؟ نعم نعم. وكيفاش كان ينشط؟ بأي كيفاش؟ أستاذ تاعنا هو اللي كان عندكم كان يعطينا نعم برنامج ونأدوه. نعم. واش تشفي على بعض الحاجات اللي تعلمتيهم عمرك 6 سنين؟ أنا شفت كذلك المناسبات، الأعياد والمناسبات. نعم. كاين على كل حال كنت كذلك نتبع برنامج جنب الأطفال في الإذاعة. كان جنة الأطفال؟ منشط الله يرحمه زهير عبد اللطيف. زهير عبد اللطيف. وكان رضا فلكي. نعم. وكانت في الطومة ميزاغير. ميزاغير. وشاهدة نادية وهيل. وحتى فريدة بالأغاني. أعتقد الأغاني. وعيدة. نعم نعم. الأغاني. وكنا نشاهدوا في التلفزيون كل أسبوع. أنا ذا كانت لصال بيير بورد. من خلدون حاليا. من خلدون حاليا. نعم نعم. عروض مسرحية ما شاء الله. نعم. لكن بديتي التنشيط في التلفزيون في الإذاعة. في الإذاعة. واش من سنة؟ أنا 62. 68. مع التعليم على كل حال. نعم. نعلم ونمشي. نعم نعم. واش كنتي تعلمي أستاذة؟ ولي واش كان كنتي أستاذة اللغة؟ عربية فرنسي. فرنسي عربي. ما شاء الله. ثانوية. ايه ثانوي. ما شاء الله. هذه بداية. بعدين بعد الاستقلال رجعوني للابتدائي والمتوسط. علاش؟ على خاطر لندرة المعلمين. نعم. الاستقلال بعد. ايه نعم. كانوا كلهم شباب. وكانت ومن بعد فتحت مدرسة بن عكنون للمعلمين باش تكون طبعا أساتذة في أنا ذاك يعني الميكروفون القاعدة القبض إيه برنامج جنة الأطفال. ما شاء الله.